اول ما سجلت لا كنت متوقعه ان احنا هناخد البيزك او الحاجات الاساسيه، لا انا اخدت اكتر من ما انا متوقعه بكتير. حتى الانفورميشن والنوليدج اللي الدكتورز كلهم ادهولنا لا رائعه فوق الرائع، يعني very high standard. يعني الاثنين professional، الاثنين knowledge النظري والpractical very very high. الequipment الموجودة يعني حديثة جدا، ما كنتش متوقعة أصلا أن أشوف ميكروسكوب. يعني this is the first time، يعني I'm proud أصلا أن أنا graduated from Master Academy really and Seif Medical Training Center. إن شاء الله I said before وهقول تاني، you have to keep yourself updated. لازم تطور معلوماتك ونفسك وتطور نفسك في الحاجات الجديدة اللي بتدخل كل شوية. ما شاء الله انتوا شغالين في مجالات كتيرة مش بس اندو. انا شفت اثيتك، شفت امبلانتولوجي، وكلها شهاد يعني فيها شهادات من اوروبا وامريكا معترفة من اماكن كتيرة، فلازم يجوا يكملوا. يعني بنصح ان اي حد يجوا يكمل.